إذا تذكرون ذاك الأسبوع إحنا أخذنا اللانج والريسبيراتوري سيستم، يعني نتذكر حشينا على إنه الريسبيراتوري بورشن إنه يعني تو هو أكو كوندكتيف بورشن وأكو ريسبيراتوري بورشن، كل من أعطيناه سامي. بعدين حشينا على الوظائف، حشينا إحنا شلون نتنفس، وإنه أعطينا تعاريف بسيطة إلى الإير واي، ويمكن نزلت هي يمكن بالمحاضرة. بعدين أعطينا معادلة شلون نحسب البارشيال بريشر، وصلنا إلى مرحلة التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، وأعطينا يعني أسبابه وشلون يصير وليش وين يقعد ويقوى التماسكة وما يخلي الأكسجين ينفصل في منطقة الاحتياج. وصلنا إلى مرحلة وكيف حلو ومهم، وقلت لكم هذا بأرقام رياضية. هسه أنا ليش بهالطريقة وعدته؟ أوكفو، هاي أرقام، هاي الأرقام مو تتغير بما تفيدكم، راح تربط ويا جهاز اسمه سبايرولاب. هذا السبايرولاب يعني يشوف ذني الأرقام وراح يحدد لك، بحيث هو يعطيك يقول لك هذا البيش المودري سيفير أوبستركتيف إير واي ديزيز، هو يقسم لك الحالة. هسه واحد يقول هذا فوق الجهاز، بس هذا شنو الجهاز هذا؟ خلنا أراويكم صورته هنا، إنه هو يمكن وينها صورته، هاي غير تطلع صورته. أوكي عيني يولي زين. شنو هذا يقول لك؟ يعني أنت إيش تحتاج بيه؟ تحتاج إنه تتنفس ديبلي وبعدين تتخلص من الهواء يعني قد ما تقدر، هذا يحتاج لجهد. أو شلون يشتغلوا بالأطفال؟ هذا بالأطفال نفس الجهاز، يخلون صور. يعني شلون مطينا صورة مالت فيل مال اي حيوان ثاني، ويقول لا احاول قدر الامكان تنفخ بهالطريقه يسحبون الطفل. العموم خلينا نرجع لهنا. هنا اذا شايفين اللانج فوليوم مقسميها، انا عندي الكيرف مهم تكتب جوا انت عندك يعني البريثين شنو يصير به وايش قد الحجم مالته. نجي لهنا ايش قد احنا تقريبا قلنا نتنفس، سولفناها 6 لتر او 5 و800 مقسمين. اكو شيء اسمه التادل فوليوم، شوف هذا التادل فوليوم وجايني هنا ومطيني رينج محدد، واذا تحسبه من هنا بين 2400 2900 هو 500. ليش حسب؟ بعد ما تغلط من اقول لك هذا ايش قد قيمته، تقول لي ما كاتب لي قيمته، اقول لك لا شوفه من هنا هذا 500. بعد انت راح تشوف عندك في مصطلح اسمه انسبارتر ريزيرف فوليوم واكسبارتر ريزيرف فوليوم. قلنا الانسبارتر ريزيرف فوليوم هو حجم اضافي تتنفسه، اكسبارتر حجم اضافي تتخلص من عنده. بعدين اذا شوفوا هنا انا عندي اكو شيء اسمه ريزيجوال فوليوم، هذا دوم يبقى باللانج. اذا هسه افتهمنا ملاحظه انه اللانج ما راح تفرق من محتواها، ما تصفر. احنا قبل شعبان نصفرها كلش وننفخها على كيفنا وترجع تصفر، لا اكو هواء دائما باقي بيها في شيء. اوكي نرجع لهنا هسه احنا بعدين نشوف اكو شيء اسمه فانكشن ريزيجوال كاباسيتي والفايتال كاباسيتي. من تباوع الفانكشن ريزيجوال كاباسيتي هي ميكسين ويا الهواء اللي يدخل ويا الباقي من الريزيجوال فوليوم من يعني الحلقه الثانيه للتنفس. هنا الفايتال كاباسيتي هي المهمه اللي هي راح تشمل لي اللي اتنفس بصوره طبيعيه ويا اسحبه اضافي والاتخلص منه بدفع اضافي، فهي هاي اللي تفيدني بعمليه التيست يعني بالنسبه لجهاز سبايرولا. خلينا نرجع لهنا، مطيني تعاريف ذني عايدك مع السريع. التاد الفوليوم على الريس يقول it is the volume of air inhaled with each breathing during normal breathing. At rest هو مطي 500 سنتيمتر كيوب، يعني it is the volume of air inhaled with each breathing during normal breathing، بالحالة الطبيعية في وقت الراحة. هو هذا التنفس الطبيعي وبقت الراحة هو يسمونه التاد الفوليوم، هو تقريبا 500. أكو شيء عندنا اسمه inspiratory reserve volume. It is the additional air taken at the end of inspiration. يعني هو اضافي taking اخذه ورا ما تنفست اسحب هواء اضافي. Expiratory reserve volume. It is the additional expiratory air. يعني ورا ما انا طرحت بالزفير اطرح بدفع اضافي يسمونه expiratory reserve volume. Which can be forced out. يعني هو الهواء اللي طرحه خارج. Of the lung at the end of normal expiration. بعد ما ينتهي تنفسك الطبيعي تدفع هواء للخارج اضافي يسموه expiratory reserve volume. اكو شيء اسمه عندنا FRC function residual capacity. شنو هذا اللي شفناه ياخذ ويا الاكسبيرتر والريزيجوال فوليوم؟
It is the air remaining in the lung. هو بقبر after normal respiration where there's still air mixed with the fresh air at the next breathing. يعني المزج ويا اللي باقي. The vital capacity وهي اللي راح تحتاجها انت بالفحص. The volume of air exhaled when the breath is deeply as possible. بعد ما اخذت بقوه and then exhaled much as possible وطرحت بقوه. تاخذ هواء تجمع تجمع ايش قد ما تقدر وتطرح بقوه يسموها الفايتال كاباسيتي. لذلك اي واحد عنده مشكله بالاير اي راح تبين عنده تبدي عنده شويه من حتى هسه اللي عنده شويه تحسس ويجربها تبين عنده. الريزيجوال فوليوم شنو هذا الريزيجوال؟ هو هواء باقي باقي باللانج. نقول it is the amount of the air still in the lungs باقي بالرئات. اثنين after vital capacity. هسه ليش قال after vital capacity؟ لان هسه حكينا الفايتال كاباسيتي عباره عن هو مطروح بقوه ورا ما تطرح بقوه. يعني ايش قد ما تقدر انت طرحت وخلصت راح يبقى هو يسمونه الريزيجوال فوليوم. It is the amount of the air still in the lung after vital capacity which is one liter for adult. يعني تقريبا وموجود بالرسم. هذا الجهاز شفناكم من عنده. يعني هو طبعا هذا جهاز ايطالي نعطيك سكرين هنا. طبعا هاي اكو اعدادات تضيف الاي دي وتضيف الجنس وتضيف الوزن وتضيف العمر حتى الديانه باعتبار يقسموها منطقيه هم هم تاثر عليهم. كملت هاي المعلومات تبدي تتنفس تسد النوز وطريقه تنفس وكل فحص له طريقه تنفس. نجي هاي بعدين بالملزمه عندكم وبالعملي. دكتور ممكن سؤال؟ نفس الجهاز هذا ورد خليك هذا نفس الجهاز بالنسبه للكتاب خاف يعني بالرسم زايدة ناقصة ما نعرف احنا شنو الظرف. اي هذا الموجود عندكم هو هم يسمونه سبايرو لوب. هذا القديم هنا نوز كلب شوف شلون سادينه وهنا يعني مكوناته بصورة بسيطة. هو هذا رسم يعني ببساطة. ذاك نفسيته بس متطور. ذاك ما تشوفوا عندكم بالكتاب هذا المرسوم سبب كتابكم من سنة 76. زين عيني من حكينا بداية المحاضرة إذا تتذكرون وصلنا لهنا ذيك المحاضرة شنو قلنا؟ قلنا الجهاز التنفسي ينقسم الى جزئين، اكو توصيلي واكو يعني يفيدني عمل ريسبيرتوري بورشن تنفسي. شنو هذا التوصيلي اللي ما يصير عمليه تبادل غاز؟ اذا شو يسموه هذا؟ احنا نطرق له يسمونه اناتوميكال ديد سبيس. الى شنو تعريف الديد سبيس؟ نقول ذير ار سبيس ان ذا ريسبيرتوري سيستم. اذا هو جزء مكان بالجهاز التنفسي. At which air do not provide O2 to the body. شوف هو اسمه جهاز تنفسي جزء من الجهاز التنفسي بس هذا ما راح يصير بتبادل غازي. يعني اذا يسموه اذا كان بصوره طبيعيه مثل شلون الكوندكتيف يسمونه اناتوميكال يعني من البلاد هو تشريحيا من الصناعه. واذا مرض يسمونه فيزيولوجيكال اور الفيولار ديد سبيس. خلينا نرجع اناتوميكال ديد سبيس شنو هو؟ فريش اير دوز not go directly to the alveoli. يعني الهواء متاخذه مو قبل. وصدق هسه من انتبهنا بما انه هو التنفس بالحويصلات ذني بالاكياس الحويصلات الرئويه وراها الكابلري. احنا ما عندنا بالنوز مالتنا كلش واحد اول ما يخلي ايده هيك يشوف الحويصلات. اذا هذا كله توصيلي. اذا هذا ما بي فايده. شو يقول فريش اير does not go directly to the alveoli. واحنا قلنا التبادل غالي يصير بالالفيولار. تذكر القسم الفيولار الفيولار ساك والفيولار. It goes first through the conductive airway. جهاز توصيلي يعني جزء توصيلي من الجهاز التنفسي. Because there is no significant exchange ماكو تبادل للO2 والCO2 between gas and blood. تذكرون perfusion و اللي نجيب التهويه نسميها الترويه والتهويه اللي نجيب بها الهواء للالفيولار هاي ما يصير. اذا ماكو تبادل بين الO2 والCO2 فيسمونه anatomical dead space يعني هذا بصوره طبيعيه. نرجع للثاني يسمونه physiological او alveolar dead space. اي هذا مرض. اي هذا شنو هذا اللي هي مو احنا صحيح بالالفيولار يصير تبادل غازي. شوف هنا شو يصير. It is the unused alveolar volume. مهما السبب يعني جزء من حجم او كل الحويصات ما راح صار بها تبادل غازي. إذن in which alveolar capillary are not perfused with blood. سميها بيرفيوجين الترويه اللي طرقناها بالمحاضره. بعد اول اكسجين not absorbed in alveolar
فلا الالفيولار تعطي اكسجين ولا تقدر ينقل للكابلري حتى يروح بالبلد. وقلنا احنا طبعا الاكسجين اقل اذابه فينحمل على الهيموجلوبين، اي خلل بذني فيسمونه اكو مكان بالالفيولاي. اذا ما راح يصير بعمليه تبادل بين الاو 2 والسي او 2 فيسمونه فيزيولوجيكال او الفيولر ديد سبيس. زين عيني نرجع لنا واي ذا لانج داز نوت كولابس. واحد يقول لك شو هاي ما يصير بها كولابس ما تنكمش ليش؟ اذا شنو؟ اذا عندنا تو فورس كيب ذا لانج فور كولابسينج. هو يجيك يقول لك يا عنده قوتين ما تخليها كولابس تنكمش. احنا نسميها واحنا شايفينها انت هسه عندك لو نرجع نفس فكرتنا قبل اللي اللانج نفس النفاخه من تريد تنفخ انت وهي مسدوده تصير شوي صعوبه عليك بدايه وبعدين اسهل. فسبحان الله هاي احنا اللانج ما توصل الى الكولابس يعني ما تتفرغ. فايش يقول؟ تو فورس كيب ذا لانج فور كولابسينج. اقول لك تذكر ذني او مرات يجي بالسؤال واي ذا لانج دوت كولابس، ما اقول لك تقول اكو قوتين اذا سببين هن ذني. نمبر 1 سيرفيس تنشن بتوين ذا لانجز اند ذا تشيست وول. اذا عندي شد سطحي راح يساعدني بين مين؟ بين اللانج والتشيست وول. حلوه هاي فراغات يو اف. اذا الشد السطح وين؟ هات انتبه بين اللانس بالرئات عندنا اثنين اند ذا تشيست وول. حلو بعد اير بريشر انسايد ذا لانج. هسه واحد يقول لي منين جاك البريشر؟ تتذكرون الريزيجوال فوليوم قلت لكم دوم يبقى اكو حجم مو باقي من يجيب يعني اكو دائما اكو حجم معين ثابت يعني دوم الرئه ما تكبس فيها حجم معين. اذا هو هذا اللي قلنا تقريبا واحد لتر اير بريشر انسايد ذا لانج ضغط الهواء باعتبار عندي هواء باقي. اذا لو سيرفيس تنشن لو الاير بريشر انسايد ذا لانج هاي تحافظ لي على الرئه ما يصير بيها كولابس. مهم هذا الحين. هسه نرجع للديزيز واللي انت يهمك احنا ما نسولف فيه بس نعطي فكره سريعه عليها باعتبار علم مبحث تاخذوها. اير واي ديزيز تيست بس من فيزياء شلون فصل يقول ذا ماكسيمم ريت اوف اكسبيريشن افتر ماكسيمم انسبيريشن. يعني الهواء اللي الدفعه بصوره كبيره بعد ما تنفست بصوره كبيره يعني اخذت هواء وتخلصت من عنده is useful test for obstructive airway disease. راح يبين عندك اي خلل بالايرواي ديزيز. Where the flow rate sometimes decrease باعتبار عليه من الفلو ريت جريان الهواء خلال الايرواي excessive expiratory effort during the maximum expiration. شوف تقول هسه انت maximum expiration بالسفير يعني force out flow يطلع من عندي is rapid at first هو سريع بالبدايه. حلو the last 5 يعني شوف انت 5% يعني اخر 5% تاخذ وقت ازم 5% يعني انت الهواء تخلص منه بال 95% بسرعه تخلص منه اخر 5% ياخذ وقت اطول من كميه ال 95 طلعت. يعني خلينا نقول عندي احنا مو قلنا 6 لترات هاي 6 لترات يعني شلون تقول اول اخر لتر يعني الخمسه تطلع بسرعه واخر لتر الخمسه بالمئه الباقي من السته ياخذ وقت اطول من ما طلعت مثلا الخمس لترات هيجي يعني باوعني انه الخمسه الاخيره تيك لونجر ذان ذا فيرست 95% يعني وقت الاخير ازيد من تخلص الهواء من اول 95. زين النورمال بريشر كان اكسباير نيرلي شوف لاني ارقام مطلعه 70% of his vital capacity. طبعا احنا قلنا شنو vital capacity؟ تطرح هواء بقوه بعد ما تنفس القوه. اذا هاي شلون اختصرها لك؟ مو مساحه مثل قال maximum inspiration useful test هو هذا ال vital capacity. بمن بالنص السكند الاولى 85 صار بمن باول سكند يعني باول سكند وصلت الى 85% بعدين 94 او قلنا 95 وبعدين الاخر خمسه شوف شلون بثلاث دقائق 97 يوصل بالدقيقه كامله. يلا نشوف من دقيقتين من ثانيتين قصدي من ثانيتين الى ثلاث ثواني يلا ايش قد يتغير من 94 الى 97. فبالبدايه شوف باول سكند باول ثانيه وين صار 85% من الهواء خلصت من عنده.
معطيك رسومات ذني بالكتاب بالمخاطر. يعني لا سمح الله قبل من كانت الامتحانات قويه يجيبون من لازم يقول لك مثلا انت رابول منر برجر الضغط يبدا بالنيجاتيف تسحب هواء تسحب هواء بعدين يصير بالبوزيتيف هو معطيك اياها الانسبيريشن شلون والاكسبيريشن شلون وراها انت عندك الفلورا تبدي هم يعني هنا شلون يقول لك بوزيتيف وبعدين تبدا تتخلص من عنده باللانج فوليوم هجوم الرئة تبدي تزداد تزداد توصل الى مرحله تبدي تنخفض يعني معطيك بالانسبيريشن والاكسبيريشن هنا هاي السايكل مالت البريثنج احنا دوم قلنا الضغط نيجاتيف 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 اخذت هواء اخذت هواء نسبارش يوصل مرحله يوقف بعدين شويه تتخلص من عنده والدليل على ذلك ام احنا شنو عندنا نيجاتيف برجر احنا جاي يفيدنا واللي هسه احنا قاعدين نسولي واحد ياخذ غيبه واحد صافي سبحان الله عندك النيجاتيف برجر موجود بال يعني انت ثوراسك برجر انت راح الهواء هو من الضغط العالي ضغط الواطي راح يدخل انت ما تدري وانت تسولف وانت تمشي وانت نايم وبعدين يوصل الى مرحله يتوقف وبعدين اكسبيراتوري اكسبيريشن يصير ونخلص من عنده بعمليه الزفير. عندي موضوع باللانج شوف هسه احنا اللي عرفناه يعني نسميها بالعربي كومبلنس نسميها مطاوعه يعني شنو مرونه خلينا نقول شلون يصير نقول it is can يعني هي شو هي it is an important physical characteristic of the lung إذا هي ظاهرة أو حالة فيزيائية أو بصفة فيزيائية مهمة بالرئات شو نقول it is the change in the volume التغير بالحجم produced by small change in pressure تغير في الحجم إحنا بالعربي يعني التغير بالبرجر هو يقول change in the volume بروس باي سمول تشينج ان ذا بريشر وتغيير بسيط بالبريشر هاي شيء يسميها المطاوعه وحداتها شلون اجت عيني لان هاي بها يعني قيمه ثابته لازم تحفظوها حتى ازيد من عندها تقول مطاوعه مالته قليله او ازيد تعتمد على القيم اللي عندنا نورمال اور اب نورمال راح نرجع لهنا التغير في الحجم على تغير البريشر الحجم مقاس من باللتر والبرجر بالسنتيمتر اتش تي او هسه ما نرجع ليش بالسنتيمتر اتش تي او ضغط عاليه واطي نعرفه مو زبط النورمال ادلت ذا رينج اوف كومبلنس معطيكم رينج 0.18 الى 0.27 زين عيني اذا هذا بالنورمال شوف النورمال ادلت ناس بالغين هذا الرينج مالت الكومبلنس نرجع لهنا عندنا حالات مرضيه ناخذ لكم بس الشائعه واللي ممكن تسمعها انت بمستشفى من مريض يقول استفلان احنا شو نسميها؟ نسميها فايبروتيك لان هاز اسمول دلتا بي فور ذا لارج دلتا بي شنو هاي؟ رئه مصلبه اذا التغير في الحجم قليل بس التغير بالضغط هواي نرجع نكتب معادلتنا معادلتنا شو تقول؟ نريد نعرف المطاوعه طبيعيه زايده ناقصه نكتب قانون يا شنو هي المطاوعه تقول تغير في الحجم على التغير بالضغط شي يصير بالاستف بالرئه الصلبه اوكي شو نقول؟ نقول بويا يصير بيها تغير بالحجم قليل بس ضغطها زايد او لارج دلتا او تغير كبير بالبرجر بما انه شوف يعني طرفين بسطين اذا صارت او كومبلنس باعتبار الفي قليل والبرجر هواي هاي بيمن بالستيف لاند او اجيب لك بالفايبروتيك لاند زين عيني ايش بيها الكومبلنس قليله شلون يابا قليله تثبت لي تقول يعني قانوننا يقول الكومبلنس يسوي لنا سمول فوليوم دلتا في على لارج دلتا في وهاي بما انه التغير فيها قليل بالفي ولارج دلتا في فلو كومبلنس وانا ممكن عين هاي نعطيها كارقام وانت شوف لي اياها زايده او ناقصه وهذا الرينج النورمال رينج مالت الادلت نرجع لهنا اكو عندنا حاله نسميها فلابي لانج شنو هاي فلابي لانج ما اعرف احنا بالعربي نسميها يعني شلون تهدم خلينا نشوف شو بيها هاي فلاب هو يقول لك هي حجمها كبر اذا شو نقول لارج دلتا بي على سمول دلتا بي ماكو برجر ماكو ضغط عليها الجدار مالتها متهدد فنكتب قانون الكمبولس شو يساوي دلتا في على دلتا بي الدلتا في احنا نقول لارج فلابي هي متهدده كبرانه زين عيني على سمول دلتا بي اذا شنو يشبيها الكومبلنس؟ لارج كومبلنس صارت بيا حالها كل واحده انفيزيما
زين حلو، هاي هواي عليها اسئله. قل لي شنو التامبولاس مات الفلا بلانك، اوكي يا حاله مرضيه تقول بالانفيزيما، اوكي بالانفيزيما يابا شنو التغير بالحجم تقول لي لارج، او اقول لك بالانفيزيما شنو التغير بالبرجار تقول لي قليل، او اقول لك بالانفيزيما يابا شنو عندي بالكامبولانس تقول لي لارج كامبولانس. زين عيني، يعني من هالكلمتين انت لازم ان تحفظ هاي المعادله، انت راح تعرف كل اسئله جوابي بهذا السطر. ممكن هاي تجي عليها فت كم سؤال. بما انه نحكي على فلو ريت وجريان واخذ هواء وطرح هواء، اذا عندي موضوع اسمه الاير واي ريزيستنس. زين عيني، شو نقول لي؟ It is the ratio of the pressure difference to the air flow. خوش؟ ما لك علاقة. إذا شو يقول؟ التغير بالبرجر على الفلو ريت، بس لهنا. التغير بالبرجر على الفلو ريت. إيش عندنا بالفيزياء الفلو ريت؟ أنتم تقولون الدلتا في على الدلتا تي، تغير في الحجم على التغير في الزمن. هذا الفلو ريت. احنا مو نشوف الجريان نسميه، شو نسميه جريان؟ تغير في الحجم على تغير في الزمن. الريزستنس اير واي احنا شو نسميها عيني؟ الاير واي ريزستنس نسميها ريشيو اوف ذا برجر ديفرنت تو ذا اير فلو، يعني التغير في البرجر. اي نعرفها التغير في البرجر على فلوريت، بويا ما عندي فلوريت، الفلوريت هو تغير في الحجم على تغير في الزمن. يا سامح يعني هسه كلش حلوه، حتى لو باش قلت شو ما مطيني مثال، هي اذا اعطيك مثال صعب هذا القانون الاير واي ريزيستنس، هم سهل، هم تكتب لي تغير في الحجم، تغير في الضغط على الفلوريت، بوي الفلوريت ما مطيك اياه، دوم احنا نسويها بالجرائم بالفيزياء، اروح دلتا في على دلتا تي، يعني التغير في الحجم على تغير الزمن. على من يعتمد؟ هم حلو هذا، يا بقول لك على من يعتمد؟ هذا تهمك انت تقول ذا دايمنشن اوف ذا اير واي، اذا ابعاد او قطر من الاير واي، بعد فيسكوسيتي اوف ذا غاز، نحكي على فلوريت الغازات. خلصنا؟ نرجع لهنا. كاتبين لك القانون دلتا بي على فلوريت. اللي فلوريت خاف واحد يقول لي منين شو هاي مكتوبه؟ دلتا بي على دلتا تي، نخلص منين؟ هسه من ساعة من حكينا على الكومبولنس وحكينا على فلابي لانج وحكينا على البرجر راح يصير قليل والحجم هوايه والكومبولنس قليله، وقلنا لكم شنو؟ انفيزيما فلابي لانج، قلنا حاله مرضيه سميها انفيزيما. اي خلينا نعطيكم هنا الانفيزيما، راح نحكي لنا بس على فد مرضين هي شالتهم. يا شنو الانفيزيما؟ نرجع نقول in this disease the division between the alveolar breakdown. شلون احنا بالعربي من نوضح نقول شلون اكو سبرنجات؟ The need فاليشن. فشو تصير الرئه؟ متهدي له، كان اكو حدايد سبرنجات لازماته، ذا نيد فاليشن. زين نقول this is the division between the alveolar breakdown. اذا الالفيولر اوكي بروديوس لارج لانج سبيس، اذا كبر حجم الرئه. This destruction of the lung tissue reduce the spring of the lung. هاي راح تقل لي spring مالت lung. The lung become more compliant. فلابي نسميها مساء more compliant. إذا من تسمع انفيزيما أقول لك شنو تقول لي more compliant. وتريد ترجع للمعادلة شلون شرحنا مساء. شنو هاي؟ A small change in the pressure produce a large than normal change in the volume. إذا التغير في الحجم هواية زين عين، والتغير بالضغط قليل. من عندنا؟ من عندنا لازم نعرف شنو هاي عيني؟ احنا لازم نعرف ان التغير بالقليل بمن بالبرجر. احنا مساعدنا بالانفيزيما او فلابي لانج قلنا التغير في الضغط يصير قليل وبالحجم هواية وحجمها يكبر. إذا ما دام الحجم يكبر هو عندنا دلتا بي على دلتا بي، إذا شنو هو الكمبلنس هواية مالته أو زادت. زين هاي بالانفيزيما. شو نعطيكم هنا زياده؟ شوف عيني، نعطيكم اكو شيء اضافي. مرات بالامتحان ودوم اقول لهم شنو يجي يسولف لي على الكمبولنس، اقول له شنو يحكي لي على التغير بالبرجر او على الحجم، شلون مساحه؟ قلت لكم هذا سطرين بيهن ثلاث اسئله وثلاث اجابات. انتبه، خاف هذا واحس لك، يقول لك ان سيفير انفيزيما، باوع لي ان سيفير بالحاله الشديده، مو يعني ما اقول لك بالانفيزيما. شوف ديتشي اعطيتك جوابها، شو يصير بالكمبولس، شو يصير بالفوليوم، شو يصير بالبرجر. هنا شو نقول؟ ان سيفير انفيزيما، ان سيفير انفيزيما، انتبه لي بالحاله الشديده. تو امبورتنت تشينج ريزلتنج.
ليش قلت لكم احنا ما نعرف اذا صار امتحان مو الكتروني؟ كل هاي الجزئيات تحتاجها. دوم احكي له احكي له واقول له جاوب لي، انت تستنتج من الحكي. بس اذا جبت لك بالسفير انفيزيما تترك لي ذيك. زين عيني ايش راح نقول؟ نقول شو يصير به اول مره؟ ذا لانج بيكم فلابي بالسفير انفيزيما. اقول لك تو امبورتنت تشينج ريزلتنج. خوش؟ او بالعكس مرات شو اسوي الطلاب؟ اكتب لهم هذا واقول لهم هاي وين تصير؟ يقول لي لازم يكتب لي بالسفير انفيزيما. بس هذا جوابه انتبه، دوم هيك انا بالامتحان. خوش اذا الله وفقكم وامتحنتوا يعني ورقي مو الكتروني حضوري. خلي نقول ذا لانج بيكم فلابي، الرأس صارت متهدله، اوكي. ان اكسباند تو اباوت ذا ريستنج فوليوم اوف ذا تشيست وول، اويلي مليت لي كل التشيست وول وذاوت ذا لانج اباوت 60% اوف ذا فايتال كاباسيتي. تاخذ الفايتال كاباسيتي، شنو الفايتال كاباسيتي؟ ترجع لك ذا تشو دو نوت بول فيري هارد، اي السبرنت مالتها تفلشت ما راح تسحب بصوره جيده. اون ذا اير واي ايش راح يصير؟ بير ميل ذا ناروينج اير واي. مره دوم اقول لهم ايش يصير؟ ايش راح يصير بالاير واي؟ واحد يقول ايش يصير؟ ناروينج بالاير واي تو كولابس ايزلي ديورنج اكسبيريشن. خطيه من الاكسبيريشن يتسدن عليه. عرفتوا هسه شنو المشكله؟ ايش راح يصير؟ تشو دو نوت بول فيري هارد، هي متفشي قلنا اون ذا اير واي بير ميتنج راح تسمح ذا ناروينج اير واي تو كولابس ايرلي ديورنج اكسبيريشن خلال الزفير. بعد عندنا حاله ثانيه وحلوه ودوم تحتاجها ودوم تشوفها قدامك. عندنا الاسمه الربو، يعني هو هم نوع من الحساسيه. هاي تقروها اسمه مو اسثمه، اسمه. شنو ذا بيسك بروبلم از ان اكسبيرت، يعني بمن يصير هذا راح يصير بالزفير اكسبيرتر ديفيكالت due to the increasing airway resistance. ارجع للايرواي. اذا صار airway resistance مالته هوايه، اذا مشكله الاسمه هي مشكله الزفير اكسبيريت اللي difficult بالاكسبيريشن. من يطلع الهواء مو من ياخذ؟ ليش السبب؟ تجاوبني تقول because increasing airway resistance. بويا ليش تصير increase بالايرواي ريزيستنس؟ تجاوبني نمبر 1 اماس 1 اودي ما تصير. زين عيني شان الميوكس عنده سمول اير واي، لو اكو ميوكس لو اكو سويلن او اوديم خلصنا من عنده. نمبر 2 كونتراكشن اوف ذا سموث مسل اراوند ذا لارج اير واي. السموث مسل العضلات المحيطه بالاير واي شو يصير بيها؟ كونتراكشن. اذا ذن يصير بالاسم. شوف مساحه وين حكينا بالسفير انفيزيما اول مره شو يصير بال انفيزيما بحدها، وبعدين شو يصير بالسيفير؟ قلت لكم وهاي وين تصير؟ تصير بالاسمه. خلينا نقول اللان كامبولنس، بويا شنو اللان كامبولنس بالاسمه؟ شو يصير بها؟ المطاوعه دلتا في على دلتا في، اذا تذكرون قانون مساحه حكينا از استنشال شو يصير؟ نورمال. شو هاي طبيعيه. بات ذا فاكشن يعني فاكشن ريزيجوال كاباسيتي اللي هو الموجود ويا النكست بريثنج مي بي هاير ذان نورمال. شنو هذا هسه يقول لك؟ شوف شنو هذا معناته؟ الهواء بعد ما طالع ويرجع يتنفس مره الثانيه. شوف هاي المشكله هنا، لان اول ما حكينا على الاسماء او الرابو قلنا هو مشكلته اكسبيرتوري ديفيكالت ديو تو انكريز اير واي، صعبه عنده من يطلع الهواء. فخطيه ايش راح يصير عنده؟ نقول فاشل زيرك بس مي بي هاير ذان نورمال سينس ذا بيشن اوف. ايش راح يصير بيه؟ ستارت تو انسباير، يجي يتنفس يسحب هواء بيفور كومبليت النورمال، بعد ما مكمل بيفور كومبليت النورمال اكسبيريشن، بعد ما مخلص السفير وقلنا صعوبه بالاكسبيريشن هو عنده الهواء بعد الجو ورجع سحب عليه هواء جديد. فيقول ايش بي المريض؟ يقول ستارت تو انسباير بيفور كومبليت النورمال اكسبيريشن. زين عيني خلصنا من عنده. اخر حاله مرضيه تاخذونها وبهداوه وبذني مطلوبات هسه صح؟ يعني عاده انا ما ادخل بالديزيز، بذني ضروريات شو يصير فيزياويا جاي يطيق. انت بعدين تاخذنهن وتريتمنت مشكله ذني.
خلينا نقول fibrosis of the lung مساعجين stiff of the lung fibrosis of the lung. انت هسه تعرف كلمه fibrosis يعني تصنف. اوكي here the membrane between the alveolar thickness membrane between the alveoli thickened. شنو هذا؟ نقول this has two marked effect. طلاب من هسه اقول لكم بالسيفير انفيزيم تو مارك افكت راح تبين عندهم هاي بالفايبروسس اوف ذا لانج. بس هاي لا شك تشوف بيها حلوه الذنب. شو نقول بيها؟ تو مارك افكت. شوف شلون اسوي لك اياها بخط شوي بوي. انا اقول لك اكو بيها راح يصير تغيرات اثنين ضروريه. انا اقول لك بيمن بالفايبروسس مع العلم ذنيتش وين؟ يصير بالسيفير انفيزيم. خلينا نقول شو يصير بالفايبروسس؟ نمبر 1 ذا كومبلنس اوف ذا لانج كريس. راسا هاي اقدر اسالك منها ها شو ما عندنا سؤال راسا اسالك اقول لك كومبلنس اوف ذا لانج كريس يعني فوليوم شوي من يوم مكتوبه يقول من قانوني يس ها فوليوم اذا فوليوم قليل شبي التغير بالبي تباوع من يمك اه تقول هواي اذا انا اقدر اسالك بال2 بالمارك افكت اوف فايبروسس اوف ذا لانج. ماكو داعي انا من قلت لك الكومبلس اوف ذا لانج قلت لك يا بتشاور الضغط فيها انت تقدر تجاوب اكيد تقدر فيها وايد. اوكي نمبر 2 ذا ديفيوج اوف او2 تو ذا بولمينري كابلريز ديكريز اي انتشار الاكسجين بالبولمينري كابلريز ديكريز متصلبه فالهواء ما يقدر ينقل لها. ها هسه عندي اثنين المطاوعه راح تقل الكومبلس اوف ذا لانج ديكريز نمبر 2 diffuse of O2 يعني الهواء من ينشق او ينقل من الالفيولا للبولمينري كابيلاريز راح يقل اذا الاثنين نقلل نرجع لهنا. هسه قل لي واحد شنو انا عندي مشكله ورد تتذكرون من حكينا على موضوع التبادل الغازي بين O2 وسي O2 هسه واحد يقول لي إيه؟ اذا تتذكرون مو قلنا هي عمليه هواء يوصل للالفيولا وعمليه دم يوصل للكابيلاري هن وحده يعني المصادر الثانيه يعبر الهواء من الالفيولا يروح بيه. اذا عندي فنتليشن وبيرفيوجن هنا بهاي العمليه انا بما انه صار بها تصلب فالديفيوج انتشار الاكسجين من الالفيولار الالفيولاي المن للبولمينري كابلريز راح يقل وبهاي العمليه ايش راح يصير؟ راح يصير قله في نسبه التبادل الغازي بين الاوتوس او دخول الاكسجين الى البدي. خلينا نقول The expiratory resistance is essentially normal. والريزستنسر عادية. Person with the disease will have a low heart and even painful breathing. يعني عمو شنو؟ يعني يصير عنده ألم أثناء التنفس. ألم أثناء التنفس. شو نسمي احنا؟ دسنية. مو دسبينية، دسنية هاي تنقال. دسنية أو painful during breathing. الم خطيه يصير عنده بعد shortness of the breathing during exercise وبس يركض خطيه يبدي عنده shortness يعني قصر في التنفس هذا اللي احنا نسميه يبدي لها اذا عنده painful during breathing اللي احنا شو نسميها الدسنيه خوش بي من هاي باللان فايبروسس من اللان فايبروسس لا تقولون ما قال لنا تقدر تعرف شنو الكمبولنس وتقدر تعرف شنو التغيرات بالفوليوم تقدر تعرف شنو التغيرات بالبرجر خاف ما مذكوره هنا بس تربط لي اياها بالمعادله زين عيني يعني هذه المحاضره مال الاسبارتري خلينا نقول كملناها ولو احنا اليوم انا ولو زعلون ردت اخذ لكم يسمونها راديشن بروتكشن باعتبار عندي هاي ملخصها لكم كلش قليله راديشن بروتكشن وعندكم الكارديو فاسكيولار سيستم انسترومنت يعني بين قوسين الدي سي شوك خوش اللي شلون تعطيها للبيشنت والديفبريليتر يعني وقصد البيس ميكر البيس ميكر اذا تذكرون هذا الجهاز اللي يخلوه يعطي كهربائيه اذا احنا عندنا كهرباء بس هو ديفبريليتر عندنا وعندنا البيس ميكر بالانسترومنت وياها جزء بسيط من الراديشن بروتكشن اذا احنا بسلامه راح نعطي شابتر اللي يريد يقرا شابتر 19 بالكتاب موجود الاسبوع الجاي ان شاء الله 3
هسه وراها نقرر كويز ما كويز باعتبار يمكن قريبين على الامتحانات. زاد عندنا وقت راح ناخذ لكم الاي والفيجن، شلون تلبس نظارات، يعني شنو قصر النظر، شنو بعد نظر، اي بحث اخر، بس المهم نوصل للي نريده الثلاثاء بسلامه. هسه تقدرون تاخذون راحتكم، انا اعتبر هذا الشابتر 8 وقلت لكم يعني موضوع مسائل ما مسائل انا ما تعمق به، بس اريد تفهم القانون. لا تتخوفون اذا واحد يباوعك بالكتاب بنهايه الشابتر شويه مسائل متداخله منها، لا لا شيء غيرها ولا تعبوا روحكم بها. زين عيني كل المهم والودي تفهموه انا منزل البي دي اف. مع السلامه ونكمل يوم الثلاثاء بسلامه. الله وياكم. شكرا دكتور. الو مع السلامه. شكرا دكتور.